مرحبا بكم وصحة فطوركم. راكم في كاميرا كاشي قادر روحك كالعادة والعويد. اليوم جبنا لكم عبد الله نصرو. الحجرة تتحرك وهو ما يتحركش، مي جاب لي ربي رضا جودي حيحركوا السير. علي قادر روحك شنو؟ وين هذا يجوز يا اخو؟ لازم يدخل معنا دوكا. رياض شاهين ناقد ومنتج فني تخصص انتاج كليبات. الشاب عبد الله نصرو. عبد الله نصرو الحين الشاب. عبد الله نصرو. عبد الله نصر كل اصغر بكره انك كبر صاير. لا ما شاء الله لسه في خير وبركه يا استاذ. حضرتك نيولوك ما شاء الله متشرفين طبعا. هو يؤدي الاغنيه الراياويه العاطفيه. جميل جميل جميل. دوكا روحوا نسمعوا اغنيه غير انتي. غير انتي غير انتي اللي ربحت عليك. غير انتي اللي ربحت عليك بصوت عبد الله نصر. غير انتي اللي ربحت عليك في جرسك الخير ولهنا اللي بغاها قلبك قيلته فيك ومعاك نكمل يا الحنينة. هو صوته جميل صراحة، عنده نبرة كده موجودة ما شاء الله. في مشكلة بس في المزج الموسيقي وفي التركيبة بتاع اللحن، مش 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 أغنية اللي يعول عليها الفنان النهاردة في 2018 إنه يعمل يكسر الدنيا فيها. لا لا ما نسمعوا احنا يا بحر، ما نش دارينا باش دير كذا ولا نسمعوا مش كان مقبل. يعني دي أغنية ماتت الله يرحمه. الباقي في حياتك وتحس ان في نفس ستايل، يعني نفس الكلمات المتداوله. فيمكن لو الاخ عمل اغنيته دي بال99 انشوده وتم برمجتها في المنهاج لا. المدرسي وعلمت الاطفال الصغار. الحمد لله نعلموها لفري صغار ومنعلموهاش وما نورلهمش حاجه اللي تحرف. بس ايدي وفي ايدك وماشيين على البحر. في ايدي في ايدك وماشيين على البحر وما نقولش حاجه واحده اخرى. ماشيين على البحر. ايه تحكمت على اغنية واحدة. خليني تحكمت على اغنية لبحرك شد لي في البحر. بداية مشوارك، يعني بداية مشوارك، يعني لما تقول ايه انت فنان قادر روحك. نبيل بنت له غير اغنية دي. سمعني حاجة تانية يا استاذ نبيل، خلينا يمكن نغير رأينا. هذه اغنية لك راسك. شفت اعتراف صريح جدا على رداءة الانتاج. انت ما راكش تنتقد، انت راك تطاكي. يا هذيك انا اللي قلقتني. ايه تطاكي دي؟ يعني راك تهاجم. اهاجم؟ قرش. انا اكثر من قرش. والله غلط. رضوان المخرج. هذه اللي راح نسمعوها من بعد في المباشر. لقيت اللي تبغيني. زيد لها شوية. هلقيت اللي تبغيني اوفر اوفر جيبوس ما تخطيني لحنها مسروق. قالت لي لحنها مسروق قلبي ولا بغيتك ما هو ذنبي واللي بيعلم بها ربي. دي لحنها مسروق. الأغنية مصرية، لو كان المخرج يعمل لنا يعني الأغنية دي عشان تعرف الشبه. أغنية الشب مسروق. أني نقول ويسامحها أنا تاني كلام. مش قلت لك يعني مسروق اصلا نية. مانيش مسروق. نية السرقة موجودة. انو مش عاود شي عيب اللي عاود. ما عجبتك دي مش هتعجب حد. تحجة ما تعجبك. لا بجد ما انت سرقها. ثم خاطيكم ايه سرقة على وتفتخر على الجيريان. وتفتخر على الجيريان. السرقة حرام حتى على يهودي. ولا لا. السرقة حرام. لا يجوز انك تسرق. سرقتش. انت قلت سرقها من جزائري. وعودت لها، عودت موديفيتها، عودت خدمتها كوستي، خدمتها حاجة فخرة. معليش على كل حلوة ما راح يتعامل معاك. طبعا ما راح يشتغل معاك. ما قال لك
لا يمكن لا يمكن انه يقف في ذا الشكل. مستحيل يعني. ده اصور له كليب زي هيفا وهب ناس عقرب والناس كده والهيصه صح. هو ما سرقهاش عاودها ويسرق حرام. انا دلوقتي اتساءل انت فين من هذا الفن؟ انا ما فيش طبعا. ما فيش انت ولا حاجه بالفن ده. عندك هذيك البشر ازاي؟ هذيك ازاي تتجنى على الفن الرايوي انت؟ انا سرق حرام ونورمال وفهمها كيف حبيت. نورمال دي يعني عادي عندك انت عادي سرق. عادي انا قلت لك سارق اغنيه قلت لي لا قادر روحك. شوف النظره قادر روحك. شوف قادر روحك. قادر روحك دير قدر الامر. قادر روحك. شوف النظره ما تحترمني جلوش ما احترام هذا. انت 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 تعترف انك سارق مانيش في الديركت. اه لا لا عادي احنا نتناقش نتحاور. ناقشنيش مهنتك ايه يا رياض؟ عيتني على بالك اقسم بالله غير عيتني رياض والله غير رياض شويه. لا لا ماني كبير عليك. ما قادر روحك. قادر روحك. حضرتك بتاخذ كم في الشهر؟ حوس لي شحال السؤال. ما عندي شهريه لي بجد بجد. ما بتاخذش فلوس؟ ما بتاخذش فلوس؟ بتشتغل بلا فلوس انت؟ انت سؤال عادي. احنا مش على المباشر نسال ندردش احنا. حضرتك تشتغل عندك لورد ولا ما زال تشتغل؟ تاخذ كم في الشهر؟ عندي امورات ما ما ما, ما, ما عندك ما دخلك عادي كده يعني. اعطيني كده ما عندك ما دخلك في الامورات. انت ما بتاخذش فلوس؟ ما بتاخذش فلوس؟ ما ناخذش فلوس باش راني عايش انا. اتكل على الله واشتغل رقاص. اعطيني 30 ثانيه يلا خليني نكمل. سيبك يا مخرج بوليس هنا. مستمعينا مستمعاتنا الكريمات اللي راكم تشوفوا فينا بيان سيرون سيميك في الفيسبوك تهجم علي دو ضربني يا جماعه. الضيف اللي هنا عبد الله نصرو. انت فنان عاقل وعاقل بزاف. مي رضا هو اللي طلع لك السكر. صح رمضانك يا نصر. قادر روحك. اكشن الكاميرا مخفيه وسمع قادر روحك. شريكي اسمع لا اسمع خويا كي راك خويا حبيبي خلاص. نشكر كاع اللي راهم واقفين على الحصة هذه وكاع العمال تاع قناة النهار وراديو الشمس وانتم كمان يعطيكم الصحة نبيل ماشي. واش تقول لهم رمضان؟ نقول لهم صحة رمضانكم وكل عام وهما بخير ان شاء الله والعقوبة العامة. منه قدر روحك الله يعافيك.